اتفضل يا دكتور. ايه ده؟ سهل تعرف لو فتحت الكيس وشفت اللي فيها. البدل مش كده؟ العشر حتت قماش اتعب حضرتك. بس انا ما تعبتش يا سعاد، لا رفعت قضية ولا دعوة عشان اخد اتعاب. بس انا شايفة غير كده يا دكتور، انا شايفة انك تعبت قوي على ما عملت البيت ده والأسرة دي. ولو حضرتك مش حاسس يبقى مأجل إحساسك بالتعب، بعدين هتحس وتتألم قوي يا دكتور. حطهم في الشنطة يلا، أكيد هتحتاجهم في المنصب الجديد. بيتهيألي كده وصلك كل مليم صرفته عليا، ولو في حاجة ما تحاسبناش عليها ممكن نتحاسب. لو عاوز أي حاجة من العفش ابعت خده، بس ما تجيش هنا تاني. ربيع طلعني يا ربيع، ارمي عليا يمين الطلاق. من فضلك يا سعاد. من فضلك انت ارمي عليا يمين الطلاق. ما تقفلش الباب، احنا مش هنستخبى. الطلاق له عيب وله حرام، وانا مش هنكر اني متطلقه. سعاد انا من ساعه ما جيت سايبك تتكلمي زي ما انت عايزه، مش عايز ارد عليكي ولا عايز اناقشك، لان عارف انك غير قابله للمناقشه دلوقتي. لكن انا برجوكي بطلب منك طلب واحد، ادي نفسك فرصه او اديني فرصه نفكر. ارمي عليا اليمين يا ربيع، انا هبليك هتنزلك عن كل حاجه. احنا لو رحنا لاي مازون هيقول لنا استنى شويه فكروا، هينصحنا، هيقول لنا ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ما هو للاسف ده الحل الوحيد المتاح دلوقتي. ارجوك بقى ارمي عليا يمين الطلاق. خلاص بلاش انت، اديني انا فرصه افكر ارضيك ازاي يا سعاد. ربيع انا بعت لك عشان ترمي عليا يمين الطلاق، من فضلك خلصني من الهدوء. ما اعتقدش انك عاوزني ارفع عليك دعوه طلاق ونجرجر بعض في المحاكم، بتهيألي عيب. مش معقول هروح لك المكتب كمان واقول لك ارفع لي دعوه او تبقى وكيلي في القضيه. فاهم احنا اكبر من كده بكتير. عشان خاطر ولادنا يا ربيع، ده اخر طلب بطلبه منك. وحاسس ان انا صنتك وحفظتك في بيتك ومالك وعيالك وعرضك. اديني حريتي، مش كتير، مش كتير 22 سنة مقابل كلمة واحدة. عشان خاطر يا ربيع. سعاد. بونسوار يا مدام. انتوا جايين هنا ليه؟ ناهد مش وقت الكلام ده ابدا دلوقتي. ردوا على سؤالي، جايين هنا ليه؟ مش بايدنا يا مدام، غصب عنا لازم نيجي ونتلم. هنا في المكتب؟ لا هناك في الخيه. خيه ايه؟ خيه ايه؟ الخيه اللي وقعت فيها انا وانتي. انتي مش داريه بالدنيا اللي حواليكي ولا ايه يا مدام؟ صباح الخير. المدارس وقعت. مدارس ايه اللي وقعت؟ المدارس اللي اتبنت للحكومه جديد، المدارس اللي اتبنت بالاسمنت المستورد. ايه؟ وقعت ازاي؟ تساليني انا يا نهدى وكيل؟ روحي اسالي الزلزال. انت هتقعدي؟ الله يا هاني، مش شايفينك حل. عايز نعمل ايه؟ عايز نجري في الشوارع واقول الزلزال حصل ليه؟ لا لكن لازم تشوفي حل. ملهاش حل. ما دام ربنا كشف سترها بالزلزال يبقى ملهاش حل. مش هنقدر نعمل زلزال تاني عشان يعدلها. يعني ايه؟
يعني هنقعد نتفرج كده على بعض لغايه ما يجوا ياخدونا في الحديد؟ انا عن نفسي ما عنديش حل. مدام احنا جايين نقول لك لازم تهربي. اهرب؟ ايوه انت واشرف بيه لازم يا مدام. جايين لي قبل ما اتجوز بكام يوم وتقولوا لي اهرب؟ ده انتوا زي ما تكونوا قاصدين. اي حاجه مش بايدك ولا بايدنا. مش ههرب، سامعين؟ خلاص يا روحي ما تهربيش، بس استحملي بقى حلوه اللي هيحصل لك. مش لوحدي يا اشرف بيه، انت عارف كويس مين اللي عمل لنا التسهيلات من بره لغايه الاسمنت ما دخل بورسعيد، وعارف كمان هم قبضوا كام. مش هيمسكوا غيركم يا مدام، انت المستورده وكل اذونات الاستيراد باسمك، هم ما حدش يعرفه. يعني ايه؟ هيطلعوا منها زي الشعره من العجين. هي دي شروط اللعبه يا مدام، وحضرتك وافقت تلعبيها من زمان. هبطل لعب يا دكتور راغب، هتكلم جد شويه وهقول كل حاجه، هكشف المستور عشان الحقيقه تبان. للاسف مش هتلحقي تتكلمي ولا تهربي. اعقلي يا مدام. انا مش ههرب، سامعين؟ مش ههرب. يبقى لازم تتفقوا ان محدش يجيب سيرة الاسمنت، يعني تتفقي مع الناس اللي انت عارفاهم ان محدش يفتح بقه، واذا حد فتح بقه تسديه بالفلوس، واذا كان حد عايز يتكلم يقول ان المدارس وقعت بسبب تاني خالص بعيد عن الاسمنت. ده اذا كان حد عايز يتكلم. في حد جوه؟ اشرف بيه. اشرف بيه؟ والدكتور راغب. في ايه يا ربيع؟ مالك؟ في ايه؟ انتوا مش عايشين في البلد؟ الولاد جرى لهم حاجه؟ انا اتصلت بالبيت عندك اكتر من مره. احنا ما كناش في البيت، كنا بنلف ورا التلامذه اطفال مصر اللي وقعت عليهم المدارس. المهم ان ولادك انت بخير مش كده؟ ده سؤال يا ماهد، اي مصري شريف لازم يحس ان كل الطفل اتجرح او مات هو ابنه. شوفيني نبيل فهم بتاع العلاقات العامه. ليه؟ عايز ياخد كام واحد من الشركه وينزلوا يلفوا على المدارس اللي وقعت او اللي حصل فيها تلفيات في القاهره والجيزه. عشان ايه؟ هنعمل لهم حصر ونحاول نشارك في ترميمهم او بنائهم. ده مش كتير على الشركه يا ناهد، اقل ما يجب عمله لاطفال مصر، مش كده ولا ايه يا اشرف بيه؟ طبعا ده مشروع عظيم وانا مستعد اشترك فيه من دلوقتي، وايدي في ايدك. مد ايدك للناس مش ليا انا. عموما يا دكتور احنا كنا جايين للمدام علشان نفس الموضوع، بس كنا عايزين يعني نعرف هنعمل ايه علشان نساعد، بس ما قدرناش نفكر زي حضرتك كده. والله انا بتمنى انك تكون بتقول الكلام ده من قلبك. ممكن احنا كلنا اتهزينا زي مصر ما اتهزت. ايوه يا احمد، فين ماما؟ انتوا ما نزلتوش ليه؟ يا ابني تاخد ماما وتنزلوا دلوقتي تلفوا على المدارس والمستشفيات والاقسام، تاخد اسماء الاطفال اللي ماتوا او اتجرحوا. ايوه من المدارس بس. اسمع يا احمد، انا عايز الكشف ده الليله لازم. مع السلامه يا حبيبي. يلا بنت. انت عايز تعمل ايه ربيع؟ هنلف على المستشفيات، من حق اطفالنا يلاقونا جنبهم في وقت زي ده. لازم الناس تشوفك وسطهم في الموقف ده يا ناهد. يلا. انا قصدي ليه عايز اسماء الاطفال اللي ماتوا او انجرحوا؟ هرفع لهم قضيه. قضيه ليه؟ قضيه ليه؟ امال يموتوا كده؟ الناس تبعت ولادها تتعلم تموت؟ والمدارس الجديده بس هي اللي وقعت. دي اراده ربنا بقى يا دكتور. ربنا ما قالش نبعت ولادنا تتعلم في مدارس مبنيه من تراب، دي مؤامره على مستقبل مصر. الله 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 يا دكتور، يا دكتور ما تكبرش الموضوع كده يا اخي. ما فيش اكبر من مستقبل بلدنا يا اشرف بيه. يلا يا ناهد. يا دكتور المدارس ممكن تتبني وترجع، لكن الولاد، الولاد يرجعوا ازاي؟ ناخد حقهم. انا هرفع قضيه على كل من تسبب في وقوع مدرسه، هطالب بمحاكمتهم علنا قدام كل الناس. لازم نحاسب الناس عشان يحاسبوا على اولادنا، ومش هسكت. انا هفضل ورا القضيه، هوصلها لاعلى مسؤول في البلد. مش قادر استحمل يا ربيع، مش قادر. الالم والدموع دي اولى بيها ناس اللي تسببوا في الكارثه.
يلا بينا نهد. انا عارف كويس انا هعمل ايه. هتعمل ايه يا ربيع؟ ما قدميش غير وزير العدل او النائب العام. ارفع قضيه باسم المدارس والتلامذة كلهم. بلاش يا ربيع. بلاش ايه؟ بلاش المسألة يعني تاخد الشكل القانوني. ليه؟ في شكل تاني غير الشكل القانوني عشان ناخد حق الأطفال دول؟ في طريقة تانية نعرف بيها مين المجرمين دول؟ أنا شايفة إن المسألة قضاء وقدر يعني زلزال بس. إيه ربيع مالك بتبص لي كده ليه؟ عايز أفهم أنا. أنت خايفة من إيه؟ صحيني من أرجوك. أرجوك بلاش. على الأقل الناس مش ناقصة ألم. اسمع كلامي. أنت مش وصلت ليه يا مهنة؟ فاهمين أنت خايف من إيه؟ أنا خايفة عليك. خايفة عليا؟ في كارثة قومية زي دي أنا خايف على نفسي أنا يا مهنة؟ لو ما كناش دور في الوقت ده يبقى إحنا مش ولاد البلد دي. الناس دول ما يبقوش أهلنا. الأطفال دول ما يبقوش ولادنا. سعاد عملت إيه؟ لا في حياتك يا دكتور. في مين؟ حياة تعيش انت. حياة المدرسة؟ هي وأربعة أطفال. الحالات الخطيرة كتير جدا. على فكرة حياة كان نفسها تتجوز واحد زيك. كانت بتعتبرك المثل الأعلى بتاعها. مساء الخير يا دكتور. ما اظنش. مش يمكن لو قلت لنا اتفضلوا ودخلنا وعرفت احنا جايين ليه تلاقي خير؟ كنت لقيته من زمان يا دكتور. على العموم مش هتندم لو قعدنا نتكلم مع بعض شويه، ولا في سبب يمنعنا من الدخول؟ اتفضلوا. ما اعتقدش انكم جايين تتفرجوا على المكتب. المنطقه كلها عارفاه من 20 سنه. محدش دخل المكتب ده وخرج منه غير وواخد حقه. اتفضلوا. رب تكونوا جايين عشان نشوف هنقدر نعمل ايه للناس وللمدارس اللي وقعت. هو تقريبا احنا جايين لحاجه زي كده. طب ايه تعرف يا دكتور راغب عشان نلحق نعمل اجراءاتنا بسرعه؟ واضح ان انت مشغول يا دكتور. ده بلاغ للنائب العام عشان التحقيق في اسباب وقوع المدارس الجديده. لو تحبوا اضمنوا اي رغبه منكم في المساهمه ممكن. تحبوا اكتب انكم عايزين تشاركوا في عمليات البناء او الترميم. انا هقول ان الشركه بتاعت المدام هتساهم. في الحقيقه يا دكتور احنا نفضل ان تكون مساهماتنا وتبرعاتنا بعيده عن النائب العام او اي جهات قانونيه. يعني انتوا مش عايزين اضمن البلاغ اي رغبه ليكم؟ بلاش تضمنوا رغبه الشركه او المدام. يا ريت تكون فاهمني. لا الحقيقة مش واخد بالي. علشان تفهم وترتاح ونرتاح كلنا بلاش تقدم البلاغ. يعني ايه؟ يعني تخلي مساهمتنا وتبرعاتنا في شكل خيري، شكل ودي لوزارة التربية والتعليم. ممكن نعمل حملة دعائية كبيرة والتلفزيون يصور، وأظن ده مكسب ليك ولينا. والأطفال في المستشفيات واللي ماتوا. بلاش يا دكتور. أظن إنك أذكى من إنك تسأل بلاش ليه. أنا مش هسأل عشان مش عايزكم تقولوا لي إنكم خايفين عليا. مش كده ولا إيه يا دكتور راغب؟ ما هو مش معقول تقولوا نص الليل وقبل ما أكتب البلاغ عشان خايفين عليا. وعلى نفسنا. نلعب بقى على المكشوف. قول لي يا أشرف بيه، أنت مش عايز نقدم البلاغ ده ليه؟ ربيع
ربيع يا حبيبي، انت دلوقتي بقيت واحد مننا. ما حصلش ولا عمره هيحصل. لا حصل، حصل من زمان قوي. عارف حصل من امتى؟ من ساعة ما قعدت على المكتب في إدارة الشركة، من ساعة ما ركبت عربية آخر موديل، من ساعة ما جوزت بنتك وقعدتها في شقة على النيل، من ساعة ما حضرتك بنيت فيلا في حدائق الهرم. شوف يا أخي، أنا كنت متخيل إن كل الامتيازات دي من مجهودي وعرقي. دي من فلوس الإسمنت، الإسمنت اللي استوردته الشركة اللي اتبنت بيه المدارس. بالظبط، أسمنت فاسد. أسمنت فاسد ومقاولين فاسدين وإدارات فاسدة. ربيع يا حبيبي، أنا من رأيي إنك تاخد الورق اللي موجود على المكتب ده وترميه في صفيحة الزبالة، وبعد كده نقعد ونتكلم مع بعض إزاي نتبرع للمدارس دي. مش هيحصل يا أشرف يا علوان. شوف، لو حبل المشنقة حوالين رقبتي هاخدك معايا. بكرة الصبح البلاغ ده هيبقى على مكتب النائب العام، مفيش قوة في الدنيا هتقدر تمنعني. أنا أفضل إنك تعرف الشريك الأول معانا، ويا ريت تتصل بيه شخصيا. اتفضل يا دكتور عشان تعرف شركائك، وبنلعب على المكشوف. على فكرة الورق ده في منه كتير قوي. زبالة باسم ناهد. سيد الوكيل، ما تنساش يا دكتور تكتب اسمها اول اسم في البلاغة اللي حضرتك هتقدمه. ها، يلا بينا يا دكتور. يا ريت تبرعاتنا تكون خيرية والتلفزيون يصور احسن، مش كده برضو يا دكتور؟ يلا بينا يا اشرف بيه. اتفضل يا دكتور. مستنياك وعارفة انك جاي، عشان كده قلت لهم يسيبوا كل الابواب مفتحة. ولعلمك انا مستعدة لاستجواب طويل، وهوعدك اني هسمعك كويس. انا عندي سؤال واحد بس. اتفضل. الاسم ده اسمك؟ لو كل الناس تهوا عن اسمي انت مش هتوه عنه قبل. يبقى انا تهت. ده اسم واحدة تانية انا معرفهاش ولا عرفتها ولا علمتها. لا، هي يا ربيعة اللي رجعت لك عشان. عشان ايه؟ عشان تعملني ساتر تستخبى ورايا؟ لو كان في حد غيرك يسترني كنت جريت عليه. أسترك من ايه يا هانم؟ من جرائمك اللي ارتكبتيها؟ انا كنت عايزاك ساتر يحميني من كل اللي حواليا، حاجز في وسط البركة والمستنقع اللي انا فيه من اكتر من 20 سنة. كدب، انت كدابة من يوم ما رجعت وانت بتكدبي. لا يا ربيع، انا عمري ما كدبت عليك. انا كدبت عليك مرة واحدة بس، في حكاية قضية سالم ابو الفتوح. انا اللي رحت لسالم وطلبت منه يرفع القضية عليا. عشان ترضيني؟ عشان تكسب القضية واسمك يعلى قوي وتبقى مرشح لمنصب كبير يحميكي. بالظبط. هتسب شرفي؟ عايز تجرميني عشان ابقى زيك واقف جنبك؟ ليه ما تقولش عشان اتطهر جنبك وابقى انسانه شريفه؟ الشرف ما بيتجزقش، قلتلك مليون مره قبل كده. الشرف ده واحد صحيح ما يقبلش الاسم ولا على نفسه حتى. وقلتلي كمان ان قلبك يسعى الكره الارضيه، يسعى العالم بحاله. ايوه، يسعى العالم بحاله الا انت. كده يا ربيع، الانسانه اللي تغدر بالراجل اللي بيحبها، اللي اديها كل حاجة في حياته حتى شرفه وسمعته، يبقى ما تعرفش الشرف.
لو كنت انسانه مش شريفه ما كنتش وقفت قدام الدنيا بحالها ودافعت عني. كنت مخدوع غبي. لا يا ربيع، كنت بتحب وكنت مقدر موقفي. انا اسف يا مدام، تقديري طلع مش في محله. ليه يا ربيع؟ عشان الزلزال اللي حصل؟ انا ما قلتش ان الزلزال يهز الدنيا ويوقع المدارس، انا ما قلتش ان المقاولين تسرق، انا ما كنتش اعرف انهم بيستوردوا اسمنت مخصوص ويدخلوه البلد باسمي. انا ذنبي ايه يا ربيع؟ بتحملني كل اللي حصل ليه؟ عشان سبت الدنيا كلها وجريت عليك؟ كنت عايزني استنى وسطهم؟ بتحاسبني على ايه؟ بص كده في العقد وشوف تاريخه وشوف اذونات الصرف وشوف انا رجعت لك امتى. بتحاسبني على كل اللي عملته وانا على ذمه اشرف الوان؟ امال انا رجعت لك ليه؟ ما انت كان لازم تفهم. انا رجعت لك لاني تعبت وقرفت من الغش والكذب. عايزه استريح، عايز تحرمني حتى من التوبه. ليه يا ربيع؟ ربنا بيقبل التوبه يعني؟ ربنا يقبل التوبه وانت ما تقبلهاش؟ ربنا بيقبل التوبه بشروطها يا مدام. شروط ايه؟ يعني لازم الانسان يندم الاول، ندم ويرد المظالم ويعترف بخطئته. هرد اي حق لاي حد وهعترف يا ربيع. المره دي مش ليا انا. امال لمين؟ للمدعي العام. ايه انت عايزني اروح للمدعي العام وتاخد كل المستندات وتحكي له؟ احكي له ايه؟ تحكي له كل الحكايه، تقولي له كل من شارك او ساهم معاك في قتل اطفالنا. انت اكيد اتجننت. لا يا ناهد، انا ما اتجننتش، انا بحاول اصدقك. اكيد مش فاهم يا ربيع، انت مش فاهم يعني ايه اروح اعترف للمدعي العام؟ يعني يقتلوني؟ اشرف لك يا ناهد. يا اخي كفايه بقى شعارات. شعارات؟ الشرف بقى شعار الناس تهرب منه يا ناهد؟ كل زمن وليه منطقه. الا الشرف، الشرف له منطق واحد في كل الازمنه من يوم ربنا ما خلق الدنيا لغايه يوم القيامه. عايز قيامتنا تقوم؟ عايز تموتنا احنا الاثنين؟ عايز تهد كل حاجه يا ربيع؟ عايز كل ربيع اللي اتعمل ده واللي مرشح لمنصب كبير يتهد؟ يتهد يا ناهد، لانه مغشوش زي المدارس. لكن للاسف المدارس وقعت على دماغ اطفالنا، يا ريتها كانت وقعت على دماغ اللي بنوها. صدقني يا ربيع انا خايفه عليك. ايوه خايفه عليا زي ما قلت لي في المستشفى. بلاش قضيه، خليها قضاء وقدر. والله العظيم يا ربيع خايفه عليك، انت مش عارف دول مين. مدام انت عارفه ساعديني يا ناهد، ساعدي بلدك. هيقتلوك يا ربيع. شفتي انت مش عايزه تقولي، مش عايزه تساعديني. انا ما كانش يجب اصدقك في اي كلمه. صدقني يا ربيع المره دي، بس صدقني المساله مش بالسهل كده. لا مش سهل، اي انسان شريف سهل عليه انه يعترف قدام الدنيا كلها، بالذات قدام اللي غلط في حقهم. يا ربيع افهم، افهمني ارجوك. ارجوك انت، مفيش كلام بينا خلاص. انت مش عارف يا اخي انت هتبقى ايه في التشكيل الوزاري الجديد؟ انت مترشح تبقى وزير، وزير العدل. ما ينفعش، لو اختاروني هقول لهم ما ينفعش. انت بتحطم نفسك يا ربيع. قالوا انا كذبه، كذبه عملتها السيده ناهد الوكيل. عايز انا امسك منصب قيادي ازاي؟ امسك مقدرات الناس ازاي؟ افكر وارسم مستقبلهم ازاي وانا شريك في قتلهم؟ ده انا مش عارف هواجه ولادي ازاي. قال لهم ايه؟ قال لهم كل حاجه مغشوشه. لا بقى، قول ان انت اللي عايز ترجع لمكتب المنيره ترفع قضايا للدلالات وبتوع القوطه. بتوع القوطه دول انتوا قتلتوا ولادهم وقبضتوا الثمن مقدما. وانت ما خدتش الثمن. انت خدت الثمن وبقيت شريك زي ما قال اشرف. شريك؟ وفي مركب واحده. كده يا ناهد؟ جاي دلوقتي بعد ما بقينا في وسط البحر وتقولي ننزل انا وانت؟ صدقني ما ينفعش يا ربيع، ما بقاش ينفع. مش هتقدر، مش هتقدر تستغنى لا عن الفيلا ولا عن العربية ولا عن شقة بنتك ولا المستوى ولا الاسم اللي بقيت فيه. انت كنت بتشتريني يا ناهد؟ ما دام ناوي تبيع يبقى كل حاجة ليها تمن. إلا الشرف. بطل بقى يا أخي اليفط والشعارات اللي طول عمرك عايش فيها دي، عيش معانا على الأرض شوية. أنتوا مش على الأرض، أنتوا تحت الأرض. أنا مش مستعد بعد العمر ده كله أندفن في عربية ولا فيلا. صدقني مش هتقدر، مش هتقدر يا ربيع. هقدر يا ناهد،
وهتشوفي ازاي هقدر ادفع ثمن كل اللي خدته. فكر انت بقى انت شركائك ازاي ترجعوا اطفالنا اللي ماتوا. مش هتلحق يا ربيع صدقني، مش هتلحق يا ربيع، مش هتلحق صدقني. صدقني يا ربيع صدقني انت مش هتلحق. يلا بنات على الفصل على طول. ها يلا 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 على مهلك انتوا هي، على مهلك انتوا هي. اوعى الكاميرا، اوعى الكاميرا. يلا على الفصل على طول. يلا خدي دي معايا، خدي معايا، شيلي دي معايا. يلا يا دكتور. ايوه تفتكر دي نهايه الفيلم يا دكتور؟ نهايه نصف ربيع الاخر. لا يا سلام، احنا لسه بنبتدي، النهايه لسه جايه. ده اول درس في مدرستنا الجديده، الزلزال. الزلزال اللي حصل في 12 اكتوبر الموافق نصف ربيع الاخر. وبالمناسبه احنا بنشكر الدكتور ربيع الحسيني على مجهوداته العظيمه من اجل تحقيق اهدافنا التعليميه. شكرا شكرا يا بنات. انا بس ليا تعليق بسيط جدا، انا فعلا ما عملتش حاجه. الفيلا دي مش بتاعتي، ما هيش ملكي، دي من فلوسكم، فلوسكم انتم اللي خدوها اشتروا بيها اسمنت مغشوش، بنوا بيها المدارس اللي وقعت. دي حكاية كبيرة قوي، هنكملها إن شاء الله في النيابة، لأننا لازم ناخد حقنا وهناخده كويس قوي. دكتور بتهيألي هي دي نهاية الفيلم. أنت بتصرف عليه لسه يا عصام، لسه بنبتدي. إيه رأيك بقى يا سعاد في المكتب بالشكل ده؟ متشكرة قوي يا ربيع، متشكرة قوي. متشكرة على إيه يا سعاد؟ أنا عملت حاجة. كل التغيير اللي حصل من أوضة نوم سيادة الوكيلة بقت أوضة مكتب سيادة الوكيلة. في تغيير أبسط من كده؟ لا بقى، ده مش تغيير بسيط، ده تغيير جذري في طريقة التفكير وردود الأفعال تجاه المواقف. طب بلاش تعقديها بالكلام الجامد ده. لعلمك أنا أطالب في المجلس إن كل من تسبب في تشريد الناس أو هدم بيوتهم أو مدارسهم لازم يستولوا على أملاكه أو فيلته. ربيع خلي بالك من نفسك. ربيع أنا ما تخافيش عليا يا سعاد، اوعي تقولي انك خايف عليا، انا ما بحبش اسمع الكلمه دي منك انت بالتحديد. صدقني مفيش حد في الدنيا ممكن يخاف عليك قدي. انا مصدقك يا سعاد، عمري ما كدبتك ابدا. طب خلي بالك من نفسك. حاضر، انا النهارده قابل المدعي العام، هديله الملف كامل، اسماء المدارس اللي وقعت، التلامذه اللي ماتت، التلامذه اللي في المستشفيات، وأقدم له وزنات الاستيراد وتواريخها. عارفه ليه يا مدام؟ ايه
ازاي وعامل ايه؟ ربنا موجود. هو فين دلوقتي؟ في العمليات. الدكاترة بيقولوا قدامه كام ساعة عشان يطلع. يا كام ساعة؟ إن شاء الله خير يا كام ساعة. المهم ربنا يشفيه. قولي يا رب. يا رب. يا رب لينا وعليهم. سعاد أنا أسفة، أعذريني، أنا كان لازم أجي وأطمن. أرجوكي طمني وطمنيني، قولي لي إن ربيع بخير وهيقوم بسلام. طمنيني وخدي، أنا مش عايزاه يقوم بسلامة وأنا هتنازل عنه، بس يقوم بسلام. صدقيني أنا لو أعرف كنت اتنزلت عنه من زمان وعندي بخاطر. احنا لما نتسرع على راجل عظيم وهو في وسطنا أفضل بكتير لما نتفرج عليه وهو بين الحياة والموت. أنا طبعا ما أقدر مشاعرك، صدقيني من فضلك. مصدقاكي. هو حالته خطيرة قوي. سألي اللي كانوا عاوزين يقتلوه، بتهيألي هم عارفين أكتر من أي حد تاني. طب ممكن أشوفه؟ أرجوك يا مدام، عايزة أشوفه. تفضلي يا مدام، تفضلي، وأنا هادي ربنا إنه يفوق ويشوفك ويكلمك. تصدقيني أنا هادي ربنا فعلا إنه يفوق ويشوفك. ربيع رد علي يا ربيع، أنا ناهد، أنا ناهد يا ربيع، رد علي يا حبيبي. دل على سلامتك يا ربيع. انا ما عملتش حاجه، انا حاولت اخد حق من برات وبركتك، حاولت اخد حق من برات المرحله، كنت عايز اخد الحق من ضمير الناس والتاريخ. ربيع انا اسفه، بس أنا حاولت. أنا كمان حاولت، حاولت فعلا، بس واضح إن زي ما أشرف قال مبقراش جرايد. ربيع أنا هودى بكل حاجة عشان تسافر، وأنا هسافر معاك. ليه؟ عشان تتعالج. ملناش علاج بره هنا، علاجنا هنا وسط ناسنا وأهلنا على أرضنا. نهد علاجنا بضمير الناس. ربيع
اللي عملت كده؟ انا حاولت انقذك وحاولت انقذ نفسي. صدقني يا ربيع. انا حاولت اصدقك، حاولت كتير اوي اصدقك، بس انا مصدق دلوقتي حاجه يا رادة. اول دور ما خلص حاولت تخلصي مني. لا يا ربيع، لا يا حبيبي، ما تقولش كده، اسكت ارجوك تسكت. رد عليك يا مدام؟ ايوه رد. صحيح ربيع رد عليك واتكلم؟ عايزك. عايزني انا؟ ايوه، مش عايز حد غيرك. مش هسامحك عمري، هسامحك في حالة واحدة بس، لو عشت وقمت بالسلامة. أنا متنازلة عن كل حاجة حتى عنك، بس تعيش وتقوم لنا بالسلامة. أنا على فكرة قلت لها الكلام ده كله. وأنا مع مدام سعاد يا عم، وإلا أرفع على حضرتك دعوة في النقابة، لازم نهاية للفيلم يا عم، نصف ربيع الآخر. المهم ابتدينا يا عصام، النهاية ممكن أي حد يقوم بيها، المهم القضية متموتش. أنا بواسيك أنت وأحمد، مش معنى إن في واحد يموت القضية تموت. الحمد لله على السلامة. بس إنك جيت أسألك، لو ربنا اختارني المستندات لازم توصل للنائب العام. مش كلام يا بني ادم انت، ان شاء الله هتقوم بسلامه وهتباشر القضيه بنفسك. تفتكر؟ لازم يا ربيع. اه يا عم، ما هو انت شفت لنا نهايه غير النهايه الغم دي؟ اي نهايه تانيه كده؟ جايه يا عصام، نهايه جايه اكيد ان شاء الله. يبقى في نهايه تانيه غير النهايه المأساويه. أنا شايف إن المسألة لازم تنتهي يا ناهد هانم. القضية يوم التلات ولازم نروح المحكمة ومحضر الصلح في إيدينا. وإنتي وأشرف بيه ما تستغنوش عن بعض. خلاص؟ صافي يا لبن؟ أنا عايزة أسافر يا أشرف. سافري. سافري زي ما إنتي عايزة. نخلص بس القضية في الأول. وبعدين انا تحت امرك، لو عايزه تلفي العالم كله نلفه سوا. انا عايزه اسافر لوحدي. من غيري؟ طب حتى اعتبريني شريكك. خلاص، عمرنا ما هنبقى شركه تاني ابدا. معنى ايه الكلام ده؟ معناه اني هصفي كل حاجه وهمشي من هنا. تمشي؟ تمشي ليه يا مدام؟ وهقعد ليه يا دكتور؟ عشان تبقي صاحبة أكبر شركة استثمارية في البلد، ولا بعد كل اللي عملناه ده والمجهود اللي بذلناه تمشي؟ ما حدش فينا عمل حاجة. أمال الشركة وقفت على رجليها تاني إزاي يا مدام؟ إحنا عارفين إزاي، وعلى حساب مين؟ على حساب راجل دمرنا حياته وبعدين قتلنا. لا يا مدام، هو اللي قتل نفسه. ما كانش لازم ابدا يطمع في دور البطوله المطلقه. ما كانش لازم ابدا تطمعيه. خلاص يا دكتور خلاص. ما حدش عارف مين اللي طمع مين، وما حدش عارف الحقيقه فين. كلنا عارفين حاجه واحده بس، اننا قتلنا الراجل اللي انقذنا
يبقى هنروح المحكمة وهنصطلح والشركة لازم تستمر. يبقى ميعادنا في المحكمة وجاهزين للتوقيع. بعد إذن حضرتك. في حاجة تانية أشرف بيها؟ عايزاني أحضر لك تذاكر السفر إمتى؟ أنا هسافر لوحدي يا أشرف. مش معقول زي ما أرغمتيني أشاركك زمان هترغمني كمان دلوقتي أن أسافر معاك. دكتور راغب الألفي المحامي حاضر عن كل من السيد أشرف حسين علوان والسيدة ناهد سيد الوكيل. إزاي يا أستاذ؟ إزاي يعني إيه يا سعادة المستشار؟ يعني معاك توكيل عن الاثنين؟ أنا حاضر عنهم بموجب التوكيل ده ومحضر الصلح ده يا سعادة المستشار. صلح. وحاضرين للتوثيق أمام عدالة المحكمة والتوقيع على محضر الصلح والتنازل عن كافة القضايا المرفوعة من كل من الطرفين. تفضل يا أستاذ. شكرا. ولا شك أن عدالة المحكمة ترى أنه من الخير كل الخير أن يتم الصلح ويعود الوئام بين صاحبي هذه الشركة العظيمة جرين هاند، وإنه لمن الخير أن يعود بالنفع على جموع المنتفعين بل على البلد كلها، فلا يخفى على أحد ما لهذه الشركة من ربيع محمد الحسيني حاضر عن السيدة ناهد سيد الوكيل بموجب التوكيل المثبت بأوراق القضية. تفضل يا أستاذ. بعد إذن عدالة المحكمة، في معلومة صغيرة يا دكتور، ما عادش في قضايا وفي محضر صلح بين السيد أشرف ومدام ناهد. حتى لو ده صحيح، في قضية أهم مش هتقدر تعمل لها محضر صلح يا دكتور، لأنها قضيتي أنا شخصياً. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إذا كانت السيدة ناهد قد ألغت التوكيل فإنني أطلب من عدالتكم أن أكمل الحكاية اللي بدأتها في الجلسات السابقة، ولكن كشاهد أمام عدالتكم وأمام الدنيا كلها. سيد الرئيس، أنا أعتقد أن الدكتور ربيع الحسيني ملوش أي دخل في القضية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. اتفضل اقعد مكانك وما تتكلمش تاني. اتفضل. اتفضل يا استاذ، عاوز تقول ايه؟ عايز اكمل الحكايه، حكايه المعيد والتلميذه اللي من الاسماعيليه اللي علمها تحلم معاه الحلم وتاهت منه وقعد يستناها 20 سنه لغايه ما رجعت في ليله عشان تحقق له الحلم ده. واعترف انه في غفله مني خيل لي أنه من الممكن استعادة الزمن وصياغته كيفما نريد. وأعترف في غفلة مني أيضاً أن افتكرت أن أنا بفسر الحلم ده وأنها عايشه على يد هذه السيدة التي أوهمتني أنها ضحية، ولكنني اكتشفت أن أنا الضحية يا سيادة الرئيس. لم أزد عن كوني ساتراً جتبني وتعليه عشان تقف وراه وتختفي عن أعين العدالة. إنني أتراجع معتذراً عن كل ما قلت في الجلسات السابقة، وأبدأ بالاعتذار لسيدة زوجتي ولأسرتي ولكل من أوهمته أن السيدة ناهد الوكيل كانت ضحية. السيدة ناهد سيد الوكيل والسيد أشرف علوان وآخرون متهمون بقتل الأبرياء من أطفالنا تحت أنقاض المدارس. ده مفتاح عربيتي ومفتاح عربيت ابني والفيلا اللي بنيتها على أرضي، عملتها مدرسة بدل أحد المدارس الواعد. وأشهد الله أنني لم أعد أملك إلا راتبي وراتب زوجتي،
ولو استطعنا أن نقطع من أجسادنا ما طعمناه من أموالهم لفعلنا، لأننا نؤمن أن أموالهم حرام فهي من دم الفقراء. سيد الرئيس، إذا كنت قد اقتنعت مؤخرا بأن لكل زمان حلمه الخاص به، فأنا على يقين أن اللص هو اللص في كل الأزمنة مهما اختلفت الأقنعة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، حاكموهم بموجب هذه الوثائق والمستندات التي حاولوا قتلي حتى لا تصل ليد عدالتكم. يا سيد الرئيس، أنا معترض على كل كلمة قالها وبيقولها ربيع حسيني في الكهف. انت تاني؟ انا هتطلع باسمك. اقعد ولا عاوز تقول حاجة تانية يا دكتور؟ عايز أقول لسيادة الرئيس إن أنا بضع نفسي رهن عدالتكم، ومستعد لأي تحقيق أو مساءلة حفاظاً على شرفي. فالشرف عملة غير قابلة للتحويل، قيمة غير قابلة للتحول، ولا يمكن بيع الشرف أو المساومة عليه حتى لو كان المقابل تحقيق حلم العمر. نظبط كادراتنا، اهم حاجه كل واحد ياخد مكانه. ها اتفضل، كل واحد ياخد مكانه. على مالك يا دكتور؟ على مالك؟ ايدياتنا ناخد ايدياتنا. نظبط كادراتنا. بطل شقاوه يا ولد. شقاوه ايه بس يا حماتي؟ دي اخر لقطه في فيلم العمر كله، نصف ربيع الاخر. يلا ستاند باي، هقول جاهزين، نصف ربيع الاخر اكشن. اوكي يلا نحضر على بعض كده. ايوه ستاند باي، نصف ربيع الاخر اخر لقطه اكشن.